كلمته بتخرج أبنائه. نيافة رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية في القدس والشرق الأوسط المطران سهيل دواني الكلي الاحترام، الأرشديكن صموئيل برهوم من الوقور رئيس ومدير عام مدرسة المسيح الأنجليكانية، الآباء الكهنة الأجلاء، نائب رئيس بلدية الناصرة السيد محمد عوايسي المحترم، سعادة القنصل الفخري العام لروسيا الاتحادية الدكتور أمين صفية، أعضاء مجلس إدارة مدرسة المسيح الأنجليكانية في الناصرة المحترمين، أعضاء لجنة أولياء الطلاب المحترمين، المربية إيفان سير المحترمة مديرة ابتدائية مدرسة المسيح، المربون والمربيات، أعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة المسيح المحترمين، ضيوفنا الكرام، أهالي وضيوف الخريجين المحترمين، أيها الحفل الكريم مع حفظ الألقاب. أعزائي الخريجين والخريجات، هاي كلمة لإلكم خصيصاً، يا ريت تسمعوها هيك نابعة من محبتي لإلكم. لحظات قبيل الإنهاء والوداع، ربما تقولون نريد البقاء، ربما تقولون نريد أن نبقى ولو لوقت قليل، ربما تشعرون أنكم تريدون العودة. إنها لحظات إنهاء فترة والبدء بأخرى. قضيتم أعزائي سنوات عديدة في التحليق نحو الأعلى، كل بحسب قوته وقدرته. ها أنتم تنتقلون لمحطة جديدة في مكان ما، واصلوا التحليق من أجل الاستمرار. خذوا معكم حقيبة المعرفة والقيم التي اكتسبتموها في بيوتكم ومدرستكم، فهذه ستكون لكم خير سند في طريق رحلتكم. يا بني يا ابنتي، لا تدع روحك تضعف أمام العقبات، لا تلتف خلف العقبة بل واجهها واستمر نحو الأمام. هل تذكر من أعطاك الدفعة الأولى؟ هل تذكر من رأى شيئا جميلا داخلك؟ إن كنت تذكر فاعلم أنك هنا بفضل هذا الإنسان. هذا الإنسان يمكن أن يكون والدك، والدتك، صديقك أو معلمك. هذا هو الوقت لنقول شكرا لوالدينا ولمعلمينا ولكل صديق دعم وساند. وإلى زملائي وزميلاتي المعلمات والمعلمين، تعجز الكلمات ويضيق الزمان والمكان في التعبير عن الشكر والامتنان للمربي للمربية على اهتمامه بكل طالب وعلى متابعته كافة التفاصيل. شكراً على تفانيكم وإخلاصكم، على تسامحكم اللامحدود أمام طلابكم. لم تألوا جهداً حقاً تستحقون التقدير. بارك الله جهودكم ودمتم ذخراً. أيها الأهل الكرام، الأبناء هم أعز ما وهبه الله لكم. تعملون أي شيء من أجلهم، تصلون نهاية العالم لو تطلب الأمر ذلك، تعطونهم ما لديكم. ها هي 12 سنة مرت وقد غدوا شابات وشباب، فهنيئاً لكم وبوركت جهودكم، مبارك تعبكم وسهركم من أجل الوصول إلى هذه اللحظات الجميلة والحاسمة في حياة أبنائكم. ألف ألف مبروك تخرجهم. اسمحوا لي أن أشكر أناساً يعملون بكد ونشاط في صرحنا من أجل خدمة أبنائكم، السكرتيرات والموظفين والعاملين، لهم كل التقدير والمحبة، شكراً جزيلاً لهم.
وشكر خاص لمجلس الإدارة البورد لكافة أعضائه على التعب والمحبة العظيمة لمدرستنا، دمتم ذخرا. أود أن أشكر بلدية الناصرة المتمثلة برئيسها ونوابها وأعضائها والذين يبدون دائما تعاونا واهتماما واستعدادا لخدمة صرحنا، وهذه مناسبة لنقول لكم شكرا. شكرا لكل موظف في بلدية الناصرة على عطائه ودعمه. باسمي وباسم زميلاتي وزملائي أشكر رئيس ومدير عام المدرسة الأرش ديكن صموئيل برهوم الفاضل على عمله الدؤوب وعلى حبه الأبوي الكبير، على تواضعه وخدمته لهذه المؤسسة. إنه يتحمل أعباء جمة ويقف على رأس هذه العائلة الكبيرة. دمت قسيسنا بصحة، وأسأل الله أن يزيدكم قوة لقيادة هذا المركب نحو بر الأمان. لسيادة مطراننا سهيل دواني الكلي الوقار، شكرا على رعايتكم المميزة لمؤسستنا. دمت سيدنا بصحة فأنت المنار نستضيء به، تنور طريقنا ونتبارك بصلواتك. أدامك الله وأمدك بالصحة، فخدمتكم واسعة وكبيرة، دمتم ذخرا. مرة أخرى أبارك لجميعنا ألف ألف مبروك للفوج الثاني والعشرين.